بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أبنائي طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودرس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية والمواطنة، وأول درس من دروس الوحدة الثالثة، وهو الدرس 11 وعنوانه الاقتصاد. ما الاقتصاد أبنائي الطلاب، أو ما تعريف الاقتصاد؟ هو إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات. الاقتصاد هو إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات. قد يأتي لك سؤال في هذا الأمر يقول لك عرف الاقتصاد، تقول له إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات، أو يقول لك اكتب المصطلح الجغرافي إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات بين قوسين فراغ، هو الاقتصاد. الاقتصاد أو الاقتصادي أبناء الطلاب يطرح عدة أسئلة، منها ما الذي ينتج، يعني ما الأشياء التي تنتج، وكيف يكون الإنتاج، وما عمل الحكومة في الاقتصاد. هذه الأسئلة سيجاب عليها من خلال شرح الدرس بحول الله تعالى. أيضا هناك أسئلة في الاقتصاد، ما أشهر السلع التي تستهلكها أسرتك، وكيف أحافظ على اقتصاد وطني. نأتي إلى تعريف السلع. السلع هي ما يحتاج إليه الإنسان ويستهلكه في حياته. أي شيء يحتاج إليه الإنسان ويستهلكه في حياته يسمى السلع. يبقى السلع هي ما يحتاج إليه الإنسان ويستهلكه في حياته. عندي في النشاط الأول أبناء الطلاب سيارة وثياب وقمة جبلية مثلا، ويحدد السؤال أو النشاط، يقول يحدد الطلب السلعة في الأشكال الآتية: السيارة نحتاج إليها؟ نعم نحتاج إليها في الانتقال. الثياب نحتاج إليها؟ نعم. يبقى إذن هذه سلعة، أما هذا الشكل الذي أمامك ليس من السلع. يبقى إذن السيارة والثياب من السلع. هذه السلع تستعمل في حياتنا اليومية، ولذلك تجد تستعمل في حياتنا اليومية سلعا كثيرة، مثل الأدوات، الأطعمة، الملابس التي يصنعها الإنسان من المواد في الطبيعة ويحولها إلى سلع، إيه؟ سلع مفيدة. يبقى تستعمل في حياتنا اليومية سلعا كثيرة، مثل الأدوات والأطعمة والملابس التي يصنعها الإنسان من المواد في الطبيعة ويحولها إلى سلع مفيدة. بقي عندنا شيء مهم، السلع نوعان: سلع ضرورية نحتاجها ولا نستغني عنها أبدا، مثل الخبز، الملابس، الطعام، الماء وغير ذلك، هذه تسمى سلع ضرورية. السلع الضرورية التي نحتاجها دائما ولا نستغني عنها أبدا، ولا يستطيع أي إنسان على وجه الأرض أن يستغني عنها أبدا، مثل الخبز، الملابس، الماء. النوع الثاني من السلع، السلع غير الضرورية، يعني قد يستغني عنها الإنسان. السيارات الفارهة، هل كل إنسان يحتاج إلى سيارة غالية الثمن؟ لا. المجوهرات، هل يحتاج الإنسان إلى المجوهرات؟ لا، هذه سلعة غير ضرورية. يبقى عندي السلع نوعان: سلع ضرورية وسلع غير ضرورية. أحيانا يقول لك مثل للسلع الضرورية، أقول الخبز، الملابس، الماء، الطعام. مثل لسلع غير ضرورية: السيارات الفارهة والمجوهرات.
نأتي إلى نقطة أخرى في درسنا اليوم، وهي أنواع الإنتاج. الإنتاج ابن الطالب نوعان: إنتاج محسوس مادي، وإنتاج غير محسوس غير مادي. تاني أكرر، يبقى عندي السلع نوعان: سلع ضرورية وسلع غير ضرورية. أما أنواع الإنتاج: إنتاج محسوس مادي أو إنتاج غير محسوس، ويسمى إنتاج غير مادي. الإنتاج المحسوس اللي هو أستطيع لمسه، زي إنتاج التمر وزيت الزيتون، صناعة السيارات، صناعة الهواتف، هذا إنتاج محسوس. أما الإنتاج غير المحسوس لا أستطيع يعني لمسه أو رؤيته، مثلا شيء غير مادي غير ملموس، زي الخدمات، التعليم، العلاج في المستشفيات، السياحة، هذا إنتاج غير محسوس أو غير مادي. يبقى أنواع الإنتاج: إنتاج محسوس أو إنتاج مادي، مثل إنتاج التمر وزيت الزيتون، مثل صناعة السيارات، صناعة الهواتف، هذا إنتاج محسوس أو مادي. الإنتاج غير المحسوس أو غير المادي، مثل التعليم في المدارس أو العلاج في المستشفيات أو السياحة، التعليم، العلاج، السياحة، هذا إنتاج غير محسوس وغير مادي. نأتي إلى النشاط، يحدد الطلبة نوع الإنتاج. عند التجارة، هل التجارة إنتاج محسوس ولا إنتاج غير محسوس؟ التجارة يعني عملية البيع والشراء، هذا إنتاج محسوس، نعم. صناعة الملابس، إنتاج محسوس ولا إنتاج غير محسوس؟ نعم، إنتاج محسوس. لكن التدريب، التدريب إنتاج غير محسوس. بناء المساكن، إنتاج محسوس. بناء المساكن إنتاج محسوس. بهذا أبنائي الطلاب نكون قد انتهينا من الدرس 11 في مادة الدراسات الاجتماعية والمواطنة، وكان عنوانه الاقتصاد. عرفنا الاقتصاد بأنه إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات، ثم انتقلنا إلى السلع، وقلنا أن السلع هي ما يحتاج إليه الإنسان ويستهلكه في حياته. قسمنا السلع إلى نوعين: سلع ضرورية وهي التي لا يستغني عنها الإنسان، مثل الخبز والملابس والماء، وسلع غير ضرورية وهي السيارات الفارهة أو مثل السيارات الفارهة والمجوهرات. ثم قسمنا الإنتاج إلى نوعين: إنتاج محسوس وإنتاج غير محسوس. الإنتاج المحسوس له اسم آخر يسمى إنتاج مادي، مثل إنتاج التمر، صناعة السيارات وصناعة الهواتف. أما الإنتاج غير المحسوس اللي هو عبارة عن خدمات زي التعليم، زي العلاج، زي السياحة. واستطعنا أن نجيب على النشاط الثاني في نهاية درسنا اليوم. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى لقاء آخر في درس قادم بحول الله تعالى. أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.